يدي نبي فهو معجزة، مثل الناقة لصالح، مثل العصا والحية لموسى، الآيات التسع التي أعطاها الله لموسى عليه السلام، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لعيسى عليه، وتكليم الأموات، تكليم الأموات، وهذا لعيسى عليه الصلاة والسلام، ومثل المعجزة الكبرى الخالدة وهي القرآن الكريم الذي أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعجز الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو المعجزة الكبرى، المعجزة الخالدة الباقية لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن. وإن جرى خارق العادة على يد رجل صالح في قوله وعمله من أولياء الله المتقين، فإنه يكون كرامة، يكون كرامة من الله سبحانه، فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي، لأن هذا الولي ما حصل على هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الخارق على يد فاجر، إن حصل الخارق على يد فاجر أو كذاب، فإنه يكون من الأحوال الشيطانية وليس كرامة، ليس معجزة ولا كرامة، وإنما هو حال شيطانية. فإنه يمكن لأولياء الشيطان أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على الماء بسبب الشياطين، الشياطين تحملهم، ما هم بجهودهم هم، لكنهم يخضعون للشياطين، فالشياطين تخدمهم، يكفرون بالله عز وجل ويخضعون للشيطان، فالشيطان يخدمهم، يطير بهم في الهواء ويمشي بهم على الماء إلى آخره. وقد يكون من التذجيل ويكون من السحر والقمرة، فإن عندهم حيلا يعملونها للناس، يخيل للناس أنها حقيقة وهي في الحقيقة تذجيل وتزييف وحيل خفية، ليست كرامة وإنما هي حيل خفية. فهذه ليست معجزة ولا كرامة، وإنما هي إما أحوال شيطانية، وإما أنها حيل خفية وقمرة وسحر تخييلي يلبسون به على الناس، كما يجري على أيدي الضلال من الصوفية وغيرهم مما يموهون به على الناس، فيقول الناس هذه كرامات وهؤلاء أولياء، وفي الواقع ليست كرامات، وإنما هي إما أحوال شيطانية وإما تزييف وتذجيل وقمرة يضعونها على أعين الناس فيلبسون عليهم. فإذا رأيت شيئا يخرج عن العادة مع رجل فانظر إلى حاله، فإن كان تقيا صالحا عبدا لله هذه كرامة، وإن كان فاجرا فاسقا فهذه حال شيطانية أو تدجيل وتزييف. ومنه ما يأتي مع الدجال في آخر الزمان، هو من هذا الباب، من الأحوال الشيطانية ومن السحر التخييلي الذي يروج به على الناس. ولذلك إذا رأى نبي الله المسيح ابن مريم ذاب وعجز عن المشي، لأنه يبطل ما معه من الكيد والمكر، فلا يستطيع حينئذ أن يعمل شيئا. وكذلك حيل الشياطين، وإذا جاء ذكر الله بطلت،
إذا جاء ذكر الله بطلت، وإذا جاء ذكر الشياطين وذكر الطلاسم والشرك وجدت هذه الأشياء. وهذا من الفارق بين الأحوال الشيطان الشيطانية والكرامات، أن الكرامات تزيد وتثبت مع ذكر الله، وأما الأحوال الشيطانية والمخاريق الباطلة فإنها تذهب مع ذكر الله عز وجل. ومن الكرامات ما قصه الله عن مريم في نشأتها، وأنها اعتزلت عن الناس تعبد الله عز وجل، فكان يأتيها رزقها وهي في مكانها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، ما هو سبب ظاهر يشوف إنها تطلع وتجيب أو يجيها أحد، هي في مكانها، اتخذت من دونهم حجابا. وإذا دخل عليها زكريا لأنه هو الذي كان يكفلها عليه الصلاة والسلام وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مثل ما وقع لأصحاب الكهف من نومهم الطويل وبقائهم على قيد الحياة مدة طويلة 309 سنة أو أزود من ذلك الله أعلم، وبقوا على حالهم وعلى حياتهم، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. ومثل ما حصل على يد الخضر الذي جاءه موسى عليه السلام مما قصه الله في آخر سورة الكهف، هذا من الكرامات. ومن العلماء من يقول إن الخضر نبي، يكون هذا من المعجزات، الله أعلم. نعم. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، تابع لشرعنا وناصح يعني مؤمن تقي، فما يجري عليه يده يكون كرامة، وليس للازم الولي أن تجري على يده كرامة، لكن قد تقع له كرامة وقد لا تقع. والكرامة إنما تقع إما لحاجة، إما لحاجة وإما لحجة، إما لحاجة للمسلمين وإما لحجة في الدين، هذه الكرامة مثل المعجزة، مثل المعجزة. قد تقع لبعض الأولياء، وكثير من الأولياء ليس لهم كرامات، ولا يلزم من عدم الكرامة عدم الولاية أبدا، وإنما هذا شيء يجريه الله سبحانه وتعالى لحكمة بحسب الحاجة. نعم. من تابع لشرعنا ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتاب مستقل في هذا الموضوع، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب مطبوع ومفيد جدا في هذا الموضوع ومزيل لللبس، فهو كتاب حافل في هذه المسألة. وله أيضا رسالة اسمها قاعدة في الكرامات والمعجزات ضمن مجموع الفتاوى. نعم. من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقه للأدلة. نعم. إذا كانت خارق العادة جرى على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة فإنها كرامة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الضابط، أن تجري على يد مؤمن تقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. وهذه علامة الكرامة، وإثبات كرامات الأولياء هو مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الضابط،
هو مذهب أهل السنة والجماعة. ونفي الكرامات هذا مذهب المعتزلة كعادتهم، أنهم يصدقون عقولهم فقط، وما لم يتوافق مع عقولهم ينكرونه. هذه قاعدة المعتزلة، ما وافق عقولهم قالوا به، وما خالف عقولهم أنكروه، ومن ذلك الكرامات. فالمعتزلة أنكروا الكرامات، لأن لو أثبتناها اشتبه الولي بالنبي، نقول لهم لا، لا يشتبه النبي بالولي، لا يشتبه هذا بهذا، وليسوا سواء أبدا. وهناك طرف من الغلاة والقبوريين والصوفية اتخذوا الكرامات دليلا على أن هذا الشخص ينفع ويضر، فعبدوه من دون الله وقالوا له كرامات، فيعبدونه ويذبحون له وينذرون له، يتقربون إليه ويطوفون بقبره، يقولون هذا ولي وله كرامات. كرامة الولي لا تقتضي أنه يعبد من دون الله، وإنما تقتضي محبته، تقتضي محبته والاقتداء به في التقوى والصلاح. أما أنه يعبد من دون الله فهذا مذهب الكفرة والمشركين. فالحاصل أن مسألة الكرامات الناس فيها ثلاثة أقسام في إثباتها، كالصوفية والقبورية، حتى أثبتوها لمن هم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من الفسقة والفجار، وعبدوا من جرت على يده من دون الله عز وجل. ومنهم من نفى، من غلا في نفيها، وهم المعتزلة، نفوا الكرامات نهائيا وخالفوا الكتاب والسنة. ومنهم الوسط، وهم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بثبوت الكرامات ولكن لم يغتروا بها ولم يعتقدوا في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الغلو والتفريط، بين الإفراط والتفريط في هذه المسألة. نعم. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. من نفاها من ذوي الضلال، من نفاها من ذوي الضلال وهم المعتزلة. وقلنا لكم المعتزلة يقدمون العقل، فما وافق عقولهم أثبتوه، وما خالف عقولهم كذبوه ونفوه. هذه قاعدة عندهم، قاعدة ضلال عندهم. نعم. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال. نعم، أتى بالمحال، وهو أنه نفى شيئا ثابتا في كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يعارض ما في كتاب الله سنة رسوله، وهذا محال. نعم. لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل. يرد عليهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني أنها ثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جرى لبعض أصحابهم كرامات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث أن هذا القول الذي ينفي أنه يخالف الواقع، فالواقع أن الكرامات موجودة، فإنكارها من إنكار الواقع ومن إنكار المحسوس، وهذا باطل. نعم. فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. هذه المسألة
المفاضلة بين صالح البشر والملائكة مسألة فضولية ما تحتها طائرة. ولا كان ما كان العلماء يذكرونها في كتب العقائد فيما أعلم، ولكن الناظم غفر الله له ذكرها، وإلا هي مسألة هامشية المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. والناس فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الملائكة أفضل من صالح البشر، القول الثاني أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وكل قول له أدلته، كل قول له أدلته. قد ذكر الشارع أدلة كل فريق. القول الثالث التوقف وعدم الدخول في هذا، وهذا هو الحق، التوقف. وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية، ذكر هذه المسألة ورجح القول الأخير وهو التوقف. وممن توقف فيها أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم، فلا داعي للدخول في هذه المسألة لأنها لا طائل تحتها. الله أعلم. نعم. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر. هذا على القول صالح البشر فضلونا على الملائكة. قال الأعيان مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل أفضل من الملائكة. نعم. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملائك ربنا كما اشتهر. نعم. وقال من قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. من أنكر هذا وتفضيل أعيان البشر على الملائكة فقد افترى، هكذا يقول الناظم. المسألة الواقع أن تركها أحسن. نعم. الملائكة لهم فضائل وصالح البشر لهم فضائل، أما التفضيل بينهم يحتاج إلى دليل، وأيضا ما الفائدة من وراء هذا؟ ما هي الثمرة؟ نعم. الباب السادس في ذكر الإمامة. يكفي. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وردتنا أسئلة كثيرة وجلها خارج عن الموضوع، وأعرض على فضيلتكم ما تيسر مما يتعلق بالموضوع. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: هل يعتبر الذي يسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه قبل أن يسلم وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما يعتبر صحابي إذا لم يسلم إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو رآه وهو كافر ثم أسلم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعتبر صحابيا. لا بد يجتمع فيه الأمران: يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب النجاشي. النجاشي رحمه الله أسلم وآمن بالرسول لكن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه صحابي، وإنما يقال إنه تابعي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى يكون مبغض الصحابة رضي الله عنهم كافرا كفرا أكبر؟ الله، مبغض الصحابة ما عندي تفصيل فيه إنه كافر، ما عندي فيه تفصيل إنه كافر، لأنه ما أبغضهم إلا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ولبغض ما حملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبغضهم من في قلبه إيمان أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما موقفنا صاحب الفضيلة من الكتب التي تتكلم في بعض الصحابة من تنقص وسب وربما شتم كما في كتاب سيد قطب؟ على كل حال، إذا وقع بعض الكتاب عن جهل وقلد غيره فقد أخطأ وضل بلا شك،
لكن لا نحكم عليه بالكفر لأنه جاهل ويقلد غيره. أما إن كان يعتقد هذا، إن كان يعتقد ما قال فإنه يكفر. أما إن كان قال هذا عن جهل وتقليد ولو تبين له الحق لرجع، فهذا يقال إنه ضل وأخطأ في هذا الأمر. وعلينا أن نرد على من تكلم في الصحابة، علينا أن نرد ونبين خطأه لئلا يغتر به غيره، لا سيما إذا كان له مكانة ويوصف بأنه داعية، قد يغتر به بعض الناس، فلا بد من الرد عليه وبيان خطئه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل ما ذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنه لن يدرك أحد فضلهم، هل يعني أنه لن يبلغ أحد منزلتهم في الجنة؟ نعم، وكذلك لن يبلغ أحد فضلهم ولن يكن مثلهم في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم بيع الأشرطة والكتب التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم أو توزيعها للناس لسماعها، وما نصيحتكم لمن يقوم بذلك؟ بيع هذه الأشرطة أو الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم بيع باطل، وهذه مواد أو سلع محرمة يجب إتلافها، وثمنها حرام، ثمنها حرام وترويجها حرام، فالواجب إتلافها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كعب بن زهير وأخوه بجيء وحسان بن ثابت رضي الله عنهم هم من الصحابة، حيث إنك استردت في الصحبة أن يكون رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون ملازما له، وآمل التوضيح. لا، ما قلت يا أخي ملازم له، هذه من عندك قولك ملازم. أنا أقول ما قاله العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لم يلازمه، إذا رآه مؤمنا به واستمر على ذلك إلى أن مات وهو مؤمن بالرسول فهو صحابي. ما الملازمة؟ فلا. نعم. حتى ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكرتم في أحد الدروس شمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته للإنس والجن، والسؤال: هل الأصل في الجن أنهم مسلمون أم كفار؟ وهل تجوز الاستعانة بهم في الطب وتعبير الرؤى؟ الجن مثل الإنس، منهم المؤمنون ومنهم الكفار، كما قال قائلهم: وأنا منا الصالحون ومنا القاسطون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقال بعدها: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الكفار، يقال قسط إذا عدل عن الحق، وأقسط إذا عدل، فالمقسط هذا العدل، وأما القاسط فهذا الضال. فالكفار مثل الجن مثل الإنس، منهم مسلمون ومنهم كفار، ومنهم عصاة ومنهم صالحون، مثل الإنس تماما. وأما الاستعانة بهم فلا تجوز، لأنهم عالم من عالم الغيب، ولا يجوز الاستعانة بالغايب، لا يجوز الاستعانة بالغايب الذي لا نراه. نعم. لا في تعبير الرؤى ولا في غيرها لا يجوز الاستعانة بالجن، لأنهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، إنما نستعين بمن كان حاضرا ونراه يقدر على إعانتنا نستعين به، تعاونوا على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي آمن به ولم يره فهم إخوانه، وحديث: لا تسبوا أصحابي، فهل الصاحب أفضل من الأخ؟
الأخوة في الإيمان يا أخي، الأخوة في الإيمان، المؤمنون إخوة من أول الخلق إلى آخرهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. الأخوة غير الصحبة، الأخوة غير الصحبة، صحبة خاصة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وأما من آمن به ولم يره فهو من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوان الصحابة والتابعين، لأن المؤمنين أخوة من أول الخلق إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: فالأخوة أعم من الصحبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على سائل يقول: هل قول الصحابي حجة؟ وما الخلاف في هذا؟ وما منشأه؟ وماذا يترتب عليه؟ هذه تراجع فيها كتب الأصول، إحنا ما ندرس الآن في الأصول، تراجع كتب الأصول، فقد فصلت هذه المسألة وبينت أدلتها، فعليك بمراجعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهم أجر 50، قال الصحابة رضي الله عنهم: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هل يكون أجر من بعدهم أعظم من أجرهم رضي الله عنهم؟ في هذه المسألة أجر 50 في الصبر على الحق مع كثرة الأعداء. الصحابة كانوا مع الرسول وكانوا مع المهاجرين والأنصار، والأنصار كثيرون والأعوان كثيرون، أما اللي يأتي في آخر الزمان ويثبت على الحق مع قلة الأعوان فإنه يكون أفضل من الصحابي في هذه الخصلة فقط، لكن الصحابة لهم خصال أكثر منه وأكثر في الفضل، هذه فضيلة خاصة لا تقضي على الفضائل العامة. الصحابة أفضل من غيرهم على الإطلاق، لكن قد يأتي بعدهم من يكون أفضل في خصلة من الخصال، وكونه أفضل منهم في هذه الخصلة لا يقتضي أنه أفضل منهم عموما، هذا ما يقوله أحد، ليس أفضل من الصحابة أحد، تنبهوا لهذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: تعلمون ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث. هل معنى هذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس منهم، أو أنه أقل رتبة منهم؟ هذا معناه أن خالد بن الوليد حصل منه خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ذلك ونهاه عن ذلك، فلم يستمر على هذا الأمر، لم يستمر على هذا الأمر أنه يبغض عبد الرحمن بن عوف أو يسب عبد الرحمن بن عوف، حاشا وكلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: عندنا في المدرسة أستاذ قال إن التابعين وتبع التابعين أعلم من الصحابة، لأن أكثر الصحابة خفي عليهم أكثر الأحاديث، وأن التابعين هم الذين جمعوها، فما حكم هذا القول وما توجيهكم حياله؟ هذا جاهل، هذا المدرس هذا جاهل ولا عبرة به، هذا يقول عن جهل ما هو يقول عن علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الحديث والأثر؟ الأثر أعم من الحديث، الأثر قد يكون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون عن الصحابة أو عن التابعين، الأثر أعم من الحديث، الحديث خاص بما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فقد يكون صدر عن الرسول أو عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، من أبغض بعض الصحابة لفعلهم قبل الإسلام؟ نعم. هذا سائل يقول: من أبغض بعض الصحابة لفعلهم قبل الإسلام كالذي قتل حمزة، هل يكون الحالة هذه مبغض للصحابي؟ ما في شك، ما في شك، هذا يرى أن الإسلام لا يكفر الذنوب الماضية، وأن التوبة لا تكفر الذنوب الماضية، والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هم غفر لهم لما تابوا وأسلموا غفر الله لهم، والتائب من الذنب
كمن لا ذنب له. نعم. لكن هذا يتلمس العيوب للصحابة ويدور الحيل للدخول مع هذه الأقوال الضالة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على سائل يقول البعض إن الذين يجهرون بالذكر بعد الصلاة أنهم آثمون، فما صحة قولهم هذا؟ هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. الجهر بالذكر بعد الصلاة هو السنة الثابتة عن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. فاللي يقول أنهم آثمون هذا هو الآثم، لأنه منكر للسنة. والجهل يفعل بأصحابه أكثر من هذا، فعلى الإنسان أنه يمسك لسانه عن الكلام فيما لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول الكثير من الناس فعلت السبب والباقي على الله عز وجل؟ نعم، عبارة صحيحة هذه، فعلت السبب والباقي وهو التوفيق وحصول النتيجة على الله عز وجل. لا طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الدليل الشرعي على وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأيضا الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فحق الوالدين واجب، والجهاد سنة في مثل الجهاد العام، إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض عين. فالجهاد في غير هذه المسائل الثلاث يكون سنة مؤكدة، والواجب مقدم على السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟ نعم. يقول: ما هي عقيدة البعث وما منهجه وما حكمه في الإسلام؟ أنا ما أعرف البعثية، من المذاهب الجديدة ولا أدري عنها، ما أعرف، اسألوا عنها أهل الخبرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التسمية على الشخص إذا سقط؟ وكذلك نعم. يقول: ما حكم التسمية على شخص إذا سقط؟ وكذلك ما الحكم في بعضهم إذا سقط أو تعثر قال: اللهم صل على محمد؟ نعم، إذا سقط يقول بسم الله، أو إذا سقط أحد يقول بسم الله عليك، لأن هذا يحفظه من الشيطان، لأن اسم الله يحفظه من الشيطان. ولأنه إذا سقط ولم يسمي فقد يصيب جنيا، قد يصيب جنيا، فالجني ينتقم منه. أما إذا ذكر اسم الله فإن الله يحفظه. نعم، يحفظه بالاسم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الثلاثة خسوف علامة واحدة؟ هل الثلاثة خسوف علامة واحدة أم كل خسوف علامة مستقلة؟ وهل هي من العلامات الكبرى للساعة أو الصغرى؟ الخسوف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: واحد في المشرق، وواحد في المغرب، وواحد في جزيرة العرب في آخر الزمان، وهي من علامات الساعة، هي من علامات الساعة، وليست والله أعلم من العلامات الكبرى. العلامات الكبرى معروفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هدم الكعبة هل هي من العلامات الكبرى أو الصغرى؟ نعم. هذا سائل يقول: هدم الكعبة هل هو من العلامات الكبرى أو الصغرى؟ هذا من العلامات الكبرى، لأنه ما يحصل إلا إذا رفع القرآن، ولم يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، حينئذ تهدم الكعبة عند رفع القرآن، وهذا يكون في آخر الزمان، ومن العلامات الكبار، نسأل الله العافية.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول إنه حدث بين الشباب فتنة ووقعوا في سببها في العلماء، ونرجو التوجيه حيال هذا الأمر، وذلك أنه خرج في بعض القنوات الفضائية بعض من ينتسب إلى العلم وهو يناشد العلماء بأن يفتوا في هذه الأحداث الراهنة، ويقول كل المنظمات المسلمة والكافرة أخرجت بيانات إلا كبار العلماء وهم لم يقوموا بواجبهم في هذا الأمر، فما توجيهكم حفظكم الله؟ العلماء أخرجوا بيانا وقرئوا في الإذاعة وأعلن في الصحف، لكن يمكن هذا ما اطلع عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ثم هم اللازم، هم اللازم الأحداث إن العلماء يخرجون بيان الأشياء الظاهرة والبينة، ما تحتاج إلى بيان الأشياء الواضحة والأشياء البينة، ما تحتاج إلى بيان، إنما يخرج البيان في الأشياء المشكلة التي فيها غموض، وهذه الحالة ليس فيها غموض، واضحة ما تحتاج إلى بيان. نعم. لكن مع هذا العلماء أصدروا بيانا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول لماذا يعيد من صلى ناسيا بدون وضوء الصلاة ولا يعيدها؟ لماذا إيش؟ لماذا يعيد الصلاة من صلى ناسيا بدون وضوء ولا يعيدها من صلى ناسيا وعلى ثوبه نجاسة، مع أن كليهما شرطين من شروط الصلاة؟ نعم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا يسقط بالنسيان، لا يسقط بالنسيان، وهو فعل لا بد من وجوده، بخلاف النجاسة فشأنها من التروك وليست من الأوامر. الطهارة من الأوامر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخر الآية من الأوامر، وأما النجاسة فهي من الأشياء التي الواجب تركها من التروك، من التروك، ولهذا الوضوء يحتاج إلى نية وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. في فرق بين من صلى ناسيا بالنجاسة وبين من صلى ولم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول شخص عامل أيضا لا خلاف في أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة ففي خلاف بين العلماء، من يرى أنه ليس من شروط صحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول شخص عمل حادثا فتسبب في وفاة رجل آخر فمات، ومات الذي عمل الحادث، هل على أسرة الذي عمل الحادث شيء؟ نعم، هو حتى لو كان الذي عمل الحادث حيا فالدية على عاقلته، ما هي عليه هو، وما عليه من الكفارة فقط، أما دية القتيل فهي على العاقلة سواء كان القاتل حيا أو ميتا. نعم. هل يتحمل الصوم عنه شيخ؟ نعم، الصوم هذا على القاتل، فإذا رأى تبرعوا له وأحسنوا إليه وصاموا عنه هذا خير، وإلا ما يلزمهم الصوم لأنه في ذمة الميت، فإن أبرأوه فهم محسنون، وإن لم يبرئوه فلا يلزمهم ذلك، بخلاف الدية إنها واجبة عليهم أصلا، ليست على الذي حصل منه الحادث خطأ. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الإمامة ومتعلقاتها. الإمامة مراد بها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم، فالإمام هو
الأمير الذي تنعقد له الإمامة، ويطلق الإمام ويراد به القدوة كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى في إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة للناس. وهذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتاب العقائد، لأنه باب مهم لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات كالخوارج وبعض المعتزلة الذين لهم آراء شاذة، مثل الشيعة الذين يعتقدون الإمامة من نوع خاص عندهم. حصل في هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة، فلذلك صاروا يذكرونه في كتب العقائد ويبينون حكم نصب الإمام وشروط الإمام واختصاصات الإمام، ويذكرون ما يجب على الرعية مع الإمام، هذه متعلقات الإمامة. ولما كان الناس بطبيعتهم لا يعيشون إلا مجتمعين، الاجتماع هذا من طبيعة البشر، فلا يصلح أن يعيشوا فرادا، إنما يعيشون مجتمعين. ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم على بعض والظلم، صار لا بد من إمام يقوم بالأمر ويجري أحكام الإمامة على الناس، لما في ذلك من استسباب الأمن ومن المصالح العظيمة ومن قيام الجهاد وقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ورد الظالم عن ظلمه وإنصاف المظلوم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا البحث من مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، لأن الناس لا بد لهم من إمام، وإلا يكون الأمر فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم، لا بد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.